السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة أسمر الجزائري. اليوم جبت لكم أنجح جينواز راح ديروها المرة الأولى بربي إن شاء الله راح تنجح لكم. تبعوا معي الخطوات مليح. أنا عندي زوج صحونة يكونوا غامقين يكونوا إينوكس ولا يكونوا زجاج، ما ديروش الصحن تاع البلاستيك. ومن بعد الحين عندي هنا 10 حبات تاع البيض بدرجة حرارة الغرفة يكونوا مخرجهم من فريقو مقبل بليلة ولا ليلتين تخلوهم برا. فصلت البياض على الصفار يعني عندي 10 حبات تاع البيض فصلت لهم الصفار وحطيته وحده والبياض حطيته وحده. حطيت قرصة تاع الملح ومن بعد شنو راح ندير؟ راح ندير نخلط البياض تاعي حتى كي نقولوا نتحصلوا على ميرانج. وانا عندي لها 5 مغارف تاع ماكلة اللي هما سكر. 5 مغارف تاع ماكله معمرين سكر ونحط بالتدريج نبدا نخلط هذيك لا ميرانغ تاعي حتى تطلع ونتحصلوا على منقار العصفر. هنا شحال راح نحتاجوا سكر؟ لكل حبه تاع البيض نحتاجوا لها مغرف نتاع سكر. درت 5 في البياض تاعي والخمسه الثانيه والخمسه الاخرين راح نزيدهم في الصفار. هكذا درت 5 مغارف تاع سكر مع هذوك 10 بياض تاع البيض خلطتهم تحصلت على منقار العصفور. بعدها راح نزيد 5 مغارف واحد اخرين باش نزيدو نخلطو هذاك الصفار. يعني في الصفار تاعي درت لها عطر الفانيليا ديروا السائله ولا البودر يعني غبره ونبدا نخلطو هذيك البيض تاعنا حتى الصفار تاعنا عفوا حتى اللون تاعو يتبدل. شوفوا اللون تاعو اللي اصفر فاتح بهذه الطريقه كأن حتى هو طلعناه مليح مليح. هنا واش راح ندير؟ راح ندير ربع كاس نتاع حليب وربع كاس نتاع الزيت. هذا كانه محسن لهذا الجواز تاعنا. قطره نتاع الخل الابيض يعني قطره نتاع خل الابيض هذا ما تزيدوش. بعدها راح نزيدو نخلطوا هذاك البياض نتاعنا الصفار تاعنا عفوا اللي خلطناه من قبل. نفرغوا هذاك الحليب وهذاك الزيت والقطره تاع الخل ونزيدو نخلطوه مليح مليح. هنا واش راح نزيدو؟ راح نزيدو لها الفرينه راح نزيدو كذلك 10 ملاعق نتاع ماكله اللي هما فرينه. يعني درنا 10 بيض 10 مغارف نتاع السكر 10 مغارف نتاع فارينا. هنا راح نديروا حوالي واحد 5 غرام نتاع مرقة تاع عفوا خميرة الحلويات اللي تقريبا واحد نديروا حنا نصف كيس هذه تاع 10 غرام ديروا نصف كيس نتاعو ونخلطوا القوام. شوف باش يولي شوف القوام يولي عاقد. خلطناه كامل مليح مليح البياض راهو بجيه طالع. واش نديروا دركا؟ رايحين نجيبوا البيض تاعنا ونبداو ملعقه خشبيه ولا الاسباتول تاعكم ونحطوا غير بشويه ونخلطوا نقلبوها. يعني شوف باش نخلطوها من جهه واحده ما نخلطوش هكا نروحوا هكا ونجوا منه نروحوا مليح باش ما تحناش البيض تاعنا. شوفوا كيفاش هكذا نخلطوا وندوروا الاسباتول تاعنا ونعاودوا نفرغوا ديك الخليط غير بشويه تدريجيا ما نخلطوش مره واحده حتى نتحصلوا. شوفوا المغرف كيفاش نقلب فيها نروحوا من جهه واحده ونكمل انا نخلط هذاك الخليط تاعي كامل يعني نفرغ غير بالتدريج ونحاول اني نمزجه جيدا مع بياض البيض تاعي هذاك حتى نتحصلوا على هذا الخليط. شوفوا هنا دوك انا مسرع الفيديو شويه باش نكملوا يعني بسرعه وماذا بيا انا حتى خطوه ما تروح باش كامل تنجح لكم هذا المرحله. الفرن تاعي راهو شاعل على 160 درجه مئويه يعني ما تزيدولوش 160 ل 170 ما تزيدولوش. شفتوا كيفاش؟ واللي عندهم الفرن تاع الغاز واش يديروا؟ يشعلوه من تحت على اقل درجه مئويه يعني يسخنوا الفرن تاعهم ومن بعد ينقسلوا ومن بعد يديروا الجينواز تاعهم. هنا كي بعد خلطتهم وتخلطوا كامل المكونات مع بعض شوفوا تحصلت على رقم هذاك 8 يعني ما يهبطش. شوفوا كيفاه والقوام تاعنا كيف ما هبطش قاعد كيما راهو. هنا جبت الالمنيوم ومن بعد راح نجيبوا ورق الزبده. هذه المرحلة إذا كان عندكم بورت بياس كما هذه تاع القلب هذه من الفوق للتحت 20 والعرض تاعها العرض تاعها من الجهة الفوقانية فقط ندير فيه 25. هذا نلف الأطراف كامل بهذيك ورق الزبدة والألمنيوم باش كي نفرغوا لها الخليط تاعنا هذاك البيسكوي هذاك ما يهبطش للتحت. كانت حصلنا على قلب. هكذا نحطوا الصينية تاع الفرن تاعنا ونفرغوا هذاك الخليط من جهة الفوقانية هكذاك ونزيد نخبطوها شوية باش يخرج لها هذاك الهواء اللي يكون لداخل. نحاول نفرغ كلش بلا ما تدهنوا البورت بياس تاعكم ما ديروا له حتى حاجة يعني وحدهم بعد راح يتنحى.
قلت لكم الفرن تاعي شاعل على 160 حتى 170 درجه مئويه، شاعل من الفوق ومن تحت. شوف كيفاش نخبط فيها باش خرج لها هذوك الفقاعات والغاز اللي فيها. هنا مده الطهي تاعها كانت 45 دقيقه حتى 50 دقيقه، يعني حسب كل واحد حسب الفرن تاعو. شاعل على 160 حتى 170، ما تزيدوش، خلوها طيب غير بعقلها وبغرضها. شوفوا هنا بعد ما طابت، هنا واش درت لها؟ رحت قلبتها على الوجه نتاعها باش هذاك الجهه الفوقانيه البومبي هذيك ما نحيهاش وما نخسرهاش. بعد الفيديو هذا راح نوريكم كيفاش درت لها المونتاج تاعها وكيفاش زينتها وكيفاش خرجت داخل هشيشه واسفنجيه ما شاء الله عليها. يعني هذه لابياس كنت خدمتها، وشوفوا كيفاش طيبه، تحسوها من الفوق باللي ماهيش تحرك. شوفوا كيفاش جات ما شاء الله. انا قلبت على الوجه تاعها، درتها في المنديل وقلبت على الوجه تاعها وخليتها حتى بردت. دوك تشوفون بعد كيفاش ولات لي الوجه تاعها، كيفاش ولا كيما نقولوا حنا مكمش. هنا بعد مرور دقائق كيما نقولوا ساعات باللي بعد قلبتها تكمشت كامل. هنا واش راح ندير؟ راح نحيها من هذيك البورت بياس نتاعها هكذا بالموس، كذلك نحيها من الاطراف باش تجي نتاعها لي بكل سهوله. بعدها واش راح ندير؟ راح نخليها ونخبيها في المجمد، يعني تخبوها في المجمد حتى شهر، الوقت اللي تجي تخدموا بها تجبدوها من المجمد بقبل بساعه ولا حاجه وتخدموا بها عادي جدا. شوفوا القوام تاعها ما شاء الله، جات اسفنجيه هشيشه الوجه تاعها، ما تخافوش كي يخرج لي هكذاك. من بعد راح نوريكم واحد الطريقه كيفاش تخدموا بالابياس تاعكم بلا ما تنقصوا منها حتى حاجه. هنا راح نرجعها في ورق الزبده تاعها. واش راح ندير؟ راح نغلفها بورق السيلوفان يعني الورق الشفاف، ونعاود نلفها جيدا، ومن بعد نخبيها في المول. هكذا مقالي نقول لكم تهلاو في روحتكم واستنوا لي الفيديو الجاي باش تشوفوا كيفاش زيناها وتحفناها ورجعت ما شاء الله عليها، وتدوا بزاف افكار وتعليمات على هذا لي جينواز او لهذا لاطارت نتاع عيد الميلاد. تهلاو في روحتكم بزاف بزاف، سلام.